السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي الكاتب بهاء عبد المجيد بعد إصابته بفيروس كورونا. توفي أستاذ الأدب الإنجليزي الكاتب الدكتور بهاء عبد المجيد اليوم الأحد إثر إصابته بفيروس كورونا. وقدم عبد المجيد العديد من الأعمال الأدبية خلال مشواره، حيث حصل عام 1996 على الماجستير في الأدب الإنجليزي بعنوان موضوع العنف في شعر تيد هيوز عن الحيوان، ومن قسم اللغة الإنجليزية كلية التربية جامعة عين شمس. كما حصل عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوان الرسالة تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية في من قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس. رحمه الله رحمة واسعة.